رح طول أنا بهول الأشياء، بس نتذكر أنه كل الخليقة الله عملها بطريقة تكون متصلة ببعضها. يعني إذا ماتت السي تورتل، مش بس ماتت السي تورتل، كتر الجيلي فيش. إذا لوثت أنا مي وتلوث جبل، ماتوا شجر، مات طيور، ماتوا يعني كل الشغلة متعلقة ببعضها. يعني مسؤوليتنا كتير كبيرة، ومثل ما قلينا بالنص الصبح، الله وكل آدم وحواء أو نحنا بس على شغلتين، تكاتروا تجوزوا وجيبوا أولاد، والشغلة تاني أنا خلقت لكم هالبيئة كلها أنتوا اهتموا فيها. مثل بي أسس شركة لأولاده وقال له أنتوا ديروا هالشركة، نحن علينا ندير هالأرض. هلأ بكروس توك رح قبل ما أخبركم شو عم نعمل، بس تقلكم الطريقة اللي عم نتبعها بكروس توك. نحن عنا بنهار إذا كتير في شغل بكروس توك منطلع 8 كيس، كل كيس قد هالعلبة زبالة، أوكي؟ 8 كيس هول بدهم يروحوا وينكبوا بزبالة. بس بهالطريقة اللي نحن عم نعرب أو نفرز الزبالة، عم بيروح 7.5 كيس للفرز كل يوم، بيروح 7.5 للفرز وبيبقى نص كيس للزبالة. وهذا الشيء كتير بيتطابق مع دراسة انعملت ب 2013 بتقول أنه لبنان عم بيطلع بالسنة 2 مليون طن زبالة، وعم بيقولوا إذا فرزوا هالزبالة بيروح 16% ورق، 11.5 بلاستيك، 5.5 متل، 3.5 إزاز، 52.5 أورجانيك، يعني أكل أو ورق شجر أو إشياء أورجانيك، وبيبقى 11% للإشياء الباقية. نحنا بكروس توك عم نوطى للستة وربع بالمية. ليه؟ لأن نحنا زيدين على هون الفلين والإيويس. بقى الشغلة كتير هينة، يعني نحنا بكل بساطة بكروس توك مش ما بدك، ما حدا منا دارس environmental studies، بس بكل بساطة قلنا إذا فرزنا الزبالة نحنا بنكون عم نكون أمنا على الأرض اللي وكلنا عليها الرب. هلأ إذا بدنا نمشي بفرز الزبالة، إيه؟ البوستر وصلتكم على الواتس أب تتشوفوا كل نوع زبالة وين بيروح. هلأ أنا قبل ما أقولكم وين رح يروح كل نوع، رح أمشي عليهم مرة وقلكم بكل واحدة شو منحط. في البلاستيك هيدي علب الجوس أو علب الحليب، الكرتون أو الكريم، ورق، هيدا النط فور ريسايكلينج اللي من 8 كيس نحنا بيبقى نص كيس كل يوم. هيدا فلين، زيز، اي ويست والومنيوم. بس بدي لكم شيء، انه بهالطريقه وقتها من نحن بنفرز الزباله، الزباله بتصير شيء حلو. ما بعرف مين منكم، في قسم منكم اجى على كروس توك وشاف طاوله وبانك بكروس توك كتير حلوين مبينين كأنه موزايك، وهول معمولين من زبالة تقريبا من يعني هالكريتين لحد هون، كل هالمساحة وعلوه شي 1.80 متر. هول زبالتنا البلاستيك كانت هالقد الفوليوم تبعها، طلع منا طاولة وبانك كتير حلوين. يعني الزبالة في لها حلول كتير حلوة. هلأ رح بلش بالدور بكل وحدة وقلكن شو منحط فيهم. البلاستيك بدنا نشكر الله على لبنان، لأنه بلبنان عن جد بلد صغير بس مفعوله كبير. في شخص بلبنان اسمه زياد أبي شاكر، ما بعرف إذا سمعين فيه، هو ميكانيكال انجينير، وراح بيقول عن حاله انغرم بالزبالة وصار بده يحل مشكلة الزبالة،
وراح اخترع ماشين. هاي الماشين تحت حرارة كتير قوية وتحت بريشر ضغط كتير قوي كل أنواع البلاستيك في يعملها ريسايكلينج. بينما في كتير بلدين بيقولوا أنه في أنواع بلاستيك ما بينعملها ريسايكلينج. أوكي مثلا أنواع الألعاب مثلا لعبة باربي أو كرسي أو طاولة لأولاد الصغار أو بلاستيك للكبار. في أنواع بلاستيك بيقولوا لكم ما بينعمل له ريسايكلينج، أو إذا بتكون تشتروا صحون بلاستيك شوفوا إذا ريسايكبل أو لا. بينما نحن هون بلبنان ما عملوا بالمونتي فيردي الريسايكلينج بلانت كل البلاستيك بحوله لطاولات لبنوكة لعلب تينحط عالجد عالجد بدي زقفة لعلب يحط فيهم زبالة أو شي تاني. عامل كمان إذا بتشوفوا مدخل المول كيف في حيط كله خضار، زياد عامل حيطان كلها من هيدا البلاستيك من الزبالة ومعبيها أورجانيك، من الأورجانيك معبيها نوع تراب كمان من الزبالة وزرعة. يعني هالزبالة عم بتطلع أشياء كتير حلوة. هلأ رح بلش بالبلاستيك شو فينا نحط مع زياد أبي شاكر، أو إذا توصل البلاستيك لعند زياد أبي شاكر فينا نحط كل أنواع البلاستيك من مسكة الباب أبونا لكل شيء بلاستيك، ألعاب، صحون، كل شيء، كل شيء بلاستيك سميك أو رفيع. كيس فرمشية كمان، كيس فرمشية، كيس تشيبس، قشر شوكولا، ستيكرز، ورق لف كادو يلي بكون بلاستيكي، كل شيء بلاستيك بينراح وبينعمل له ريسايكلينج. هيدي الماشين اخذ هو عليها اووردز من انجلند ويمكن من غير بلد كمان، بس اكيد اخذ اووردز عليها من انجلند. سو البلاستيك قصته محلول كيس البلاستيك تبع السوبر ماركت او حل محل يلي بيقولوا اضرب شيء نستعملهم مزبوط، بس لهم حل اذا استعملناهم. والحل هو نحطهم ونوصلهم لعلى المونتي فيردي عند زياد أبي شاكر. كان بهون محل عنده قريب هون بأبو ميزان، بس هلأ مسكر، في بس بالمونتي فيردي. رح نروح على الشغلة الثانية اللي هي الجوز. اي ثانك يو ألدا. كل شيء، كل الزبالة تبعنا لازم تكون نظيفة على القليلة 90%. يعني إذا علبة تونة استعملناها لازم ننظفها قبل ما نكبها تا ينعمل فيها ريسايكلينج. إذا إشيا مثلا صحن بلاستيك علق عليه بنتير وما راح ما عليه، بس يكون الزبالة عنا 90% نظيفة وإلا ما فينا نعملها ريسايكلينج. لكن الجوس بوكسز زيادة بالشاكر كمان عنده ماشين تاني اللي هو مخترعها وبيطلع اشياء بس من الجوس بوكسز، حيلا نوع حليب وات ايفر اللي بيستعمل ببوكسز. كمان هيدا بده ينحط لحاله وبده يتنظف، يعني مش بصابون مش ينجلى اكيد، بس ينخض بمي ويتنظف بس بمي وبينبعد كمان لعنده. هلا البيبر، البيبر في كل أنواع الورق نقدر نحطهم أكيد، كل أنواع الكرتون أكيد. كتير مهم قد ما فينا نترك الورقة هيك مش خلصت منها خزقة، أهين بكتير للريسايكلينج إذا الورقة بقيت قد ما فينا هيك جالسة، حتى مش مخزوقة بالنص ولا حتى مطعوجة، يعني مجعلكي قصدي مطعوجة هيك بالنص ما بيأثر، بس مش تكون مجعلكة. أكيد إذا واحد بشركات أو لأي سبب ما بده المعلومات توصل أكيد في ينعمل لها شريدينج وكمان تنحل، بس بقى الورق بيروح
على معمل الجميل، نحن بنبعت على معمل الجميل ببكفية إذا كان ورق، وإذا كان كتب مثل ما هي في معمل بكفرشيما اللي هن بيحولون لكريتين هيك أو لمجلدات كتب. بقى الورق كمان إذا درنا شو بتعمل الشجرة؟ بقى في الهواء. إذا في هواء مزبوط، إذا بتلاقوا سهل البقاع لأن دايما بسهل البقاع في هواء بيزرعوا شجر دير من دار أرضهم مشان الهواء ما يقبع لهم شتلهم. مزبوط. بس إذا الهواء كتير قوي والشجرة موجودة شي محل، كيف بتدافع عن حالها؟ تنحني. وإمتين بترجع تطلع؟ وقتها يروح الهواء. شغلة تانية، الشجرة بتدافع عن حالها. في شجر بتلاحظوا مثل الأرز ما بيوقع ورقه، لأنه الأرز قوي لدرجة بيقدر يتحمل السقعة ويكون عم بيحافظ على الورق، لأن الشجرة تتحافظ على الورق بتكون عم تحط طاقة معينة. بقى الأرز هو من الشجر يلي بيقدر ما يهر الشجر الورق ويضل محافظ على ورقه حتى بالسقعة. السنديان كمان في كذا أنواع شجر هيك، بس في شجر بهر ورقه. ليه بهر؟ كمان دفاعا عن نفسهم، إذا سقع الطقس بيصيروا يشوفوا أنه هن مش قادرين، رح يموتوا إذا خلوا الورق عليهم. بقى بهروا الورق بمرقوا الشتوية أو العاصفة وبيرجعوا بيطلعوا الورق. هول الأشياء الإنسان تعلم بمعنى كيف فينا ندافع عن حالنا ببعض الأمور. رح خبر قصة صغيرة من الكتاب المقدس. النبي إيليا، إجا الرب قال له روح، الملك بده يقتلك، روح. راح ما ضل واقف، عمل مثل الشجرة انحنى لحديت ما الرب قال له هلأ صار فيك ترجع. ووقتها رجع بقوة أكيد، وعمل عجيبة كتير كبيرة. وقتها طلب من الله يبعث النار، واجت النار بأول ما صلى النبي إيليا، مع أنه هوليك كل الناس كانوا عم بيصلوا لبعل وطولوا ويطلبوا وما اجت النار لعندهم. يسوع وقت ولد راح مصر كمان. مزبوط. بقى نحن هول اشياء فينا نكون بطريقة غير مباشرة اخدينهم كمان من الطبيعة. اكيد كلنا منعرف انه اهمية الشجر والشتل هن مورد اكل إلنا، أو كمان مثل ما قلنا بينطفوا الجو أو بيعطوا في، بيعطوا برود. بدي أخبركم شغلة. مرة كنا عم نعمل بسكليت بكروستوك، رحنا على منطقة ربيعة. حدا بيعرف وين ربيعة؟ هي بتصير فوق دير الأحمر صوب قرنة السودة. ونحنا عم نعمل بسكليت هونيك في شجر للذيب. شجرة للذيب هي مثل شجرة الأرز بس كتير سميكة أكتر، يعني ورقتها رفيعة مثل شجرة الأرز بس كتير فيها كثافة هول الورق تبعولها النيدلز أكتر بكتير من الأرز. بقى نحن وعم نعمل بسكليت كنا شي 8 أشخاص، فجأة بلشت تشت الدنيا وينزل برد. كان في حدنا شجرة الزيب، رحنا قعدنا تحتها، كان هي فاضية من هالعلو ونزول. قعدنا نلعب ألعاب ونضحك وهيك. على 3/4 الساعة كانت كبسة الدنيا بشكل كتير قوي وبرد، ونحنا هيدي تحت الشجرة، هيدي الدويرة تحت الشجرة ما في نقطة مي مرقت بين الزيبة علينا أو على الأرض. بقى الشجر عنده كتير وكتير منافع مهمة. يسوع المسيح استعمل كتير بأمثاله الشجر، مثلا وقت قال إذا عنا إيمان مثل حبة الخردل، وبمحل تاني بيقول عن حبة الخردل أنه بتكبر وبتصير من أكبر الأشجار. هالحبة الصغيرة بتصير من أكبر الأشجار وبيكفي، وبيقول وبيجوا العصافير وبيعششوا فيها. يعني الشجر كمان هن بيوت للعصافير أكيد كلنا منعرف، بس هالشي قديه هن بيكملوا مثل ما حكينا الصبح أنه بيكملوا هالحلقة
المتكاملة بكل الطبيعة بكل البيئة، من الحيوانات اللي بالمي على الحيوانات اللي بتطير على الحيوانات على الأرض للإنسان للشجر كلها. نحن عم نكون يعني وقت نهتم بالشجر بنكون عم نهتم بكل هالحلقة المتكاملة. وشغلة أخيرة رح أقولها، في شجر في أنواع شتل بيستعملوا أول شيء موجودين بالطبيعة، ربنا حطتهم بطريقة هن بيهشلوا الحشرات المأذية للشجر. يعني بتكون شجرة تنأذى من حشرة معينة، بيكون ربنا زارع حدا شجرة تانية أو شتلة صغيرة كتير بتهشل الحشرات بريحتها. يمكن نحن بنمرق ما منشم ريحتها، بس الحشرة بتكون بتشم ريحتها. يعني أقل أشياء بالطبيعة لها كتير معنى. يعني في كمان أنواع شتل بتبلع الحشرات، بتفتح الزهرة تبعها بتقرب بتقرب الحشرة عليها أو الدبانة أو البرغشة أو حيلا حشرة، وقتها تقرب عليها بتسكر وبتقتلها. هيدي حماية أكيد. بقى حبيت شارك معكم قدي دورنا نحن مهم بأنه نكون عم نحافظ على الطبيعة. في أوقات معينة بالسنة إذا عم نمشي هايكينج أو عم نعمل مخيم خاصة بالربيع ننتبه كتير كيف عم نمشي، لأنه نحن ومشيين فينا نكون عم بدون انتباه عم ندعس على شتلة صغيرة هي عم بدها تصير شجرة كبيرة. بقى هول الأشياء يعني وقتها من كتير مهم نمشي بالطبيعة ونحب الطبيعة مثل ما أبونا حكي بالقديس. والمشي بالطبيعة بعلمنا قدي ربنا حاطت حكمة بخليقته. إذا عندكم شي سؤال Thank you. وين الحمام؟